الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في عرب وود الليلة. عاصي الحلاني يغير استراتيجيته في The Boys Kids. نقول لهم أنه هني وصلوا محل كتير منيح، طول اليوم محظوظين موجودين معنا، يعني نجرب قد ما فينا نرضيهم. فارس الأحلام ظافر العبيد. ما سبب اهتمام ديزني بالهند مؤخرا؟ نجمات تتابع داليا مصطفى إطلالتهن. بحب نيكول كيدمان جداً جداً، أنجلينا جولي قوي. أفلام ينتظرها الجمهور في بانوراما الفيلم الأوروبي. دورة الـ 12 السنة دي أنا سعيدة جداً بيها، فيها تقريباً 80 فيلم تم اختيارهم. العمل الأقرب لقلب أحمد وفي. بنتين من مصر عملته بكامل قوايا القلبية. دنيا عبد العزيز في عمل مسرحي تتوقع أن يثير ضجة كبيرة. عرض إن شاء الله يعجبكم جداً، مختلف مميز، هتضحكوا وهتعيطوا. حالة من النشاط الفني بتسيطر على داليا مصطفى، واللي بتركز الفترة دي على لوكاتها من ناحية الشعر والأزياء والإكسسوارات. وعشان كده كنا معايا في جلسة تصوير أجرتها مؤخراً، واللي كشفت لينا حصرياً عن تفاصيلها، وكمان كشفت عن مصممين الأزياء اللي بتحب تلبس من عندهم، وإزاي بتشتغل على الستايل الخاص بيها كممثلة. تعاونت داليا مع مصور الفاشن شريف البوهي بجلسة تصوير جديدة رح تطرح قريبا. شريف البوهي أنا بحب أشتغل معاه، بحب أتصور معاه قوي، مميز مختلف فعلا. الماكيرة عهود عاملة لوك مختلف، مش حاطة ميكب، حاطة رسمة بس عينيا، مطلعني بنمشي، يعني دي أول مرة أعمل اللوك ده. باسمة نلامي عاملين شعر صالون باسمة نلامي، الستايلست حسن مصطفى. أما الأماكن يلي بتقرر السفر لإلها للتسوق أو للاستجمام، كلبس ميلانو، كفسحة الأقصر وأسوان، أنا بحبها جدا، بحب الغردقة قوي 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 قوي، مرسى علم، كل الأماكن دي. وهل عندها ماركات مفضلة؟ أنا بشوف إن الأناقة مش شرط الواحد يبقى لابس ماركة محددة، ممكن تبقى ماركة بسيطة جداً وتبقى حلوة، وأحياناً بيبقى في حاجات فعلاً في الماركات بتبقى رائعة. هل تستشير زوجة شريف سليمي بإطلالتها؟ لا خالص، بس ممكن في الشعر أسأل شريف، يعني قصير كيرلي، هو بيحب الكيرلي. مين من الفنانات يلي بتتابع إطلالتهم؟ بحب نيكول كيدمان جداً جداً، أنجلينا جولي قوي، بحب طريقة لبسهم وأناقتهم. قدر ظافر العابدين أنه يتصدر مؤشرات البحث في جوجل، وده طبعاً بعد نجاحه في شخصية فارس اللي عملها في مسلسل عروس بيروت. ومش بس كده، ظافر العابدين كمان اتحول لأيقونة الرومانسية وأصبح فارس أحلام كثير من الفتيات، فخلينا نشوف إيه السبب. اللي عايز اعرفه اذا كنت حاسه ناحيتي نفس الاحساس اللي انا حاسه ولا لا. اشتهر ظافر العابدين من بدايه ظهوره بادائه للادوار الرومانسيه، ورسخ بالاذهان بصوره الرجل الشرقي الرومانسي الوسيم بنفس الوقت. من زمان كتير ما حسيت حالي مبسوط مع حدا هيك. وبدايه ظافر مع الادوار الرومانسيه بدات بدور دالي بالمسلسل التونسي مكتوب، وبعدها اصبح مثال لفارس الاحلام بتونس، واختارته العديد من العلامات التجارية للترويج لمنتجاتها. وبعام 2012 قدم أول أعماله الدرامية بمصر، ودخل القلوب من خلال شخصية ضياء يلي جمعته قصة حب بهند صبري خلال مسلسل فيرتيجو. نفسي أعمل حاجة مش عارف، بس يمكن أنت بالكاميرا دي تقدري تعملي حاجة. يمكن. وكان أداؤه مقنع للجمهور، الأمر يلي ساعده على تجسيد شخصية سليم بمسلسل حلاوة الدنيا. أنت محتاجة تصدقي إن حتى لو الدنيا جت عليكي
الدنيا دي تستاهل انك تحاربي عشان تعيشيها. بينما اختلف ظافر باداء دور رأفت هجرس بمسلسل نيران صديقة بسبب الغموض الكبير اللي احاط بالشخصية، ولكن تخلى العمل بعض مشاهد الرومانسية مع منى شلبي. ارجع لك تاني. اما بعام 2017 فاصبح ظافر تحت سيطرة نيلي كريم من خلال مسلسل ناقش قضية الادمان، ولكن تشوق الجمهور كتير لمتابعة المشاهد الرومانسية بين حاتم ومريم. نفسك ايه؟ نشوف مين احسن واحد بيعمل دليفري كوارع. لو النبي بجان؟ وكان لكارمن بصيبس حظ بالوقوف أمامه لأول مرة من خلال مسلسل ليالي أوجيني، ورغم أنه جسدت دور زوجته إلى أنه قلبه تعلق بفتاة تانية. خلاص سيبي كل حاجة على السفرة وتعالي نسمع شوية مزيكا قبل ما نضطر نسمع وصلة أخونا نادي حانم. يلا خلصت. على عكس هالعام فنجح ظافر وكارمن بتقديم قصة حب شديدة الرومانسية على نهج روميو وجولييت من خلال مسلسل عروس بيروت يلي حقق أعلى نسب مشاهدة، وأصبحت قصة فارس وثريا حديث الجميع، وتحول فارس عروس بيروت لفارس الأحلام. فهل رح يضل ظافر العابدين عن ظن الجمهور وأيقونة للرومانسية؟ يا جماعة يا جماعة، أنا أنا رح صير باي. من بعد ما سعي شركة ديزني لإرضاء جمهورها الصيني بإنتاجها فيلم مولان، قررت الشركة الاهتمام بجمهورها الهندي، خصوصاً إن الهند بتعتبر سوق مهم جداً للأفلام في هوليوود. استطاعت شركة ديزني بأنها تجني مبالغ كبيرة من جمهورها الهندي من بعد عام 2016، وخاصة بعد تحقيق فيلم The Jungle Book إيرادات تجاوزت 14 مليون دولار، وأصبح وقتها أعلى الأفلام الهوليوودية تحقيقاً للإيرادات بالهند. وكان السر وراء ذلك هو أنه ديزني طرحت Indian Version من الفيلم ووضع صوته عليها الكثير من نجوم بوليوود، أهمهم بريانكا شوبرا يلي قدمت دور كا، وكذلك نانا باتيكار بشخصية شيرخان. لذا قررت ديزني بأنها تعيد التجربة نفسها بالكثير من النسخ اللايف أكشن من أفلامها الأخيرة، فطرحت نسخة هندية من فيلم The Lion King يلي عرض بيوليو الماضي، ولأنه الإيرادات من أولويات ديزني كان لازم أنها تلجأ لأسماء كبيرة بالسينما البوليوودية، فما لقيت أفضل من شاروخان لتسند له هالمهمة، فقام بالأداء الصوتي لشخصية مفاسا، كما أسند إلى ابنه أريان دور سيمبا. لذا كان من الطبيعي أنه يحصد الفيلم المركز الرابع بقائمة أكثر الأفلام الهوليوودية تحقيقاً للإيرادات بالهند. ایک نازک سی دور سے بندھے ہیں، عام لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا لے سکتے ہیں. ولكن هل تخيلت يوماً ما أنك تشوف أنجلينا جولي عم تحكي بصوت أشواريا راي؟ هالشي حدث بالفعل بماليفيسنت 2 ميسترس أوف إيفل يلي طرح مؤخراً بالسينمات العالمية، وكانت هدية ديزني للهنود إنها تلغي الترجمة المكتوبة للفيلم وتلجأ إلى أشواريا لتقوم بالأداء الصوتي لشخصية ماليفيسنت يلي بتقدمها أنجلينا. جو ميري ساتھ ہوا وہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. أما بالنسبة لفروزن 2 يلي من المقرر عرضه ب 22 من نوفمبر، فرح تعرض منه نسخة هندية، ولكنها رح تكون برعاية شوبرا سيسترز، حيث رح تأدي بريانكا شوبرا صوت ألسا إلى جانب باريناتي يلي رح تشارك بصوت أنا. لا يزال في عربود الليلة كواليس المؤتمر الصحفي لبانوراما الفيلم الأوروبي.
دورة ال 12 السنة دي أنا سعيدة جدا بيها، فيها تقريبا 80 فيلم تم اختيارهم. أبرز إطلالات جوان ستيفاني. عربوت حصريان في كواليس مسرحية حب رايح جاي. حب رايح جاي هو تجربة مصرية خلص، بسيطة النزعة تماما. أقيم المؤتمر الصحفي لبانوراما الفيلم الأوروبي اللي تابع تفاصيله زميلنا أشرف صادق في القاهرة، واللي طبعاً عرفنا من خلاله جديد دورة بانوراما الفيلم الأوروبي السنة دي وعدد الدول والأفلام المشاركة وأبرز الضيوف. وطبعاً كان عندنا فضول نعرف أبرز الأفلام اللي هيستمتع بيها الجمهور بانوراما الفيلم الأوروبي في هذه الدورة. العديد من الأفلام اللي بتمثل أهم الإنتاجات الأوروبية بتنتظرها الدورة الـ 12 من بانوراما الفيلم الأوروبي في الفترة من 6 ل 16 نوفمبر. الدورة الـ 12 السنة دي أنا سعيدة جداً بيها، فيها تقريباً 80 فيلم تم اختيارهم، أفلام قوية جداً كانت في مهرجانات عالمية كبيرة في 40 دولة، وفي ضيوف مهمة في كوستا جافراس اللي هو رئيس السينماتيك الفرنسي. الحدث الفني الذي يستمر لمدة 11 يوم يقدم العديد من الفعاليات السينمائية، منها حوارات ولقاءات مع السينمائيين بجانب عروض الأفلام العالمية. عندنا 8 أقسام، في منهم أقسام موجودة من بداية البانوراما اللي هم قسم الأفلام الروائية والوثائقية والمخرجين الصاعدين. وبيهتم الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الفعاليات وبيستحدث أقسام جديدة في هذه الدورة. And I'm here today to present to you the Panorama Film Festival because the European Union, together with the Institute of Culture of the European Union, is the main sponsor of this event. We have a section that is called Here and There, which includes European films that were co-produced by Europeans, but they were actually produced elsewhere. So a co-production between Europe and countries outside of Europe. We also have a specific section on education and culture, so we will bring students from the schools to come and see the films. ووضحت مسؤولة المشروعات الثقافية في السفارة السويسرية اهتمام سويسرا بالمشاركة في فعاليات المهرجان. احنا بنحب دايما ندعم اي برنامج بيدي امكانية ان يكون في تبادل ثقافي، وطبعا بانوراما من اهم البرامج اللي بتدي الامكانيه دي. السفاره السويسريه السنه دي مشاركه بفيلم اسمه Beyond the Horizon، بيتكلم عن التغيير المناخي ومش بس تاثيره عن البيئه والزراعه بس كمان تاثيره على الاسره. شاركنا برضو السنه دي ببرنامج تدريبي للمواهب الشباب في مصر. وتقام عروض البانوراما في القاهرة في سينما الزاوية وسينما الزمالك، كما سيتم عرض مختارات من البانوراما في عدد من المحافظات المصرية. هنا قلب الرياض بالحب يجمع. الأول مرة يقدم موسم الرياض ليالي المحروسة ضمن فعالياته، واللي بتستمر فعالياتها حتى 17 ديسمبر. يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. وشارك في احياء تلك الحفلات المطرب تامر عاشور واحمد شيبة وبوسي. الدنيا دي ليالي سد وشوش يا لعبة وذهابة وشر وطيابة وملايكة وحوش. كما اقيمت ضمن الليالي العربية ليالي عدد، واللي شارك فيها الفنانة اليمنية اروى بالاضافة لمروة سالم وصالح العطاس. أما عن الليالي العالمية فأقيم يوم الجمعة الماضية حفلات للجالية الهندية والباكستانية، وأحياها المطرب راحت فتح علي والمغني عاطف أسلم. وتستمر مفاجآت موسم الرياض، ويحيي مغني الراب العالمي شون بول حفلا غنائيا يوم الجمعة القادم بمشاركة مغني راي الشاب خالد. لا 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 لا. جوين ستيفاني من أنجح المغنيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتحقق أغانيها نجاح كبير، وكمان بتتمتع بذوق خاص في الفاشن، فخلينا نروح ونشوف أحسن إطلالاتها.
من المفاجأة أنه تحصل جوين ستيفاني على جائزة فاشن آيكون من People's Choice Awards ب10 نوفمبر القادم، فهي بتستحق هالجائزة بكل جدارة، حيث أنها بتتميز بسيجنتشر لوك من خلال هير بلوند هير وريد ليبستيك، كما أنها أول فنانة بتقدر أنها تدخل عالم تصميم الأزياء وتبدع فيه، حيث أنه علامتها التجارية نجحت بتحقيق أرباح تخطت المليار دولار. The most amazing fun job and hard too, but and tasty. ومن أبرز إطلالتها بالسنوات الأخيرة يلي جعلت منها فاشن آيكون إطلالتها خلال حفل الجرامي بال 2015 بيونيك بيس، حيث ارتدت سترابلس جامب سوت باللون الأسود من تصميم فيرساتشي واللي ممكن إنه نوصفه بالآرت ورك. أما بحفل جوائز Glamour Woman of the Year بعام 2016 فظهرت بإطلالة بتجمع بين سكينس والأناقة، حيث اختارت الهارت نيك دريس من ماركيزا تميز بالبيك سكيرت المصنوع من طبقات الشيفون، كما ظهرت بنفس العام بفستان ميدي ملون بأكمام طويلة من السيكوين للمصممة أولمبيا لوتان بحفل راديو ديزني ميوزيك أورد، فيما تألقت بحفلة بويستفيلد لندن بعام 2017 بستار برينتد رومبر مع ماتشين كيب من إلي ساب، وأكملت الإطلالة بتاي هاي بوتس. وبحفل المات جالا هالعام اختارت سكسي لوك بتناسب معها كشوغل من تصميم موسكينو، فارتدت وايد بودي سوت مزين بالأحجار الملونة والكريستلز مع بيج وايد فير كوت، كما خطفت الأنظار مؤخرا على الريد كاربت بمونتي كارلو جالا بفستان بيبي بلو قصير مع لونج ترين من إلي صعب، وارتدت معه فيشنت ستوكينجز باللون الجولد زيد من جميل الفستان. بعد الفاصل ذكريات احمد وفيق مع سبا مبارك. انا وسبا مبارك ما تقابلناش في التصوير ولا حتى جت زارتني ولا رحت زرتها، يعني شفناش بعض. مشاهير يرزقون باولاد جدد، معلومات عن فيلم 6 underground. كل فنان بيكون عنده عمل قريب لقلبه من بين أعماله الكتيرة اللي بيقدمها خلال مسيرته الفنية، وده طبعاً بينطبق على الفنان أحمد وفيق. أحمد وفيق هو ضيفنا النهاردة في فقرة سؤال وجواب، واللي كشف لنا عن استراتيجيته في اختيار أدواره ومعاييره في التعامل مع شركات الإنتاج. اختياراتي تعتمد على الجيد مش اسم الشركة، لأن لو جينا نبص على اسم الشركة ما في شركات لهم جوه قلبي حب كبير جدا بس مش شرط اشتغل معاهم. حط 15,000 زيادة في كل مكتب يا عم، الطماطم غليت انت مش شايف الأسعار بتزيد ولا ايه؟ ماشي. هو كل الأدوار دايما بقول يعني كل الأدوار مولادك يعني وكلهم تعبت فيهم، بس بنتين من مصر يعني عملته بكامل قوايا القلبية. أنا وصابة مبارك ما تقابلناش في التصوير ولا حتى جات زارتني ولا رحت زرتها، يعني شفناش بعض. أنا صورت مشاهدي لوحدي، هي صورت مشاهدها لوحدها، هي كانت بتعتقد
ان انا شفت شغلها وكان بيعتبر بقى ان انا خدت الميزه عنها، فانا فاجئتها، هي اتفاجئت بقى ان انا ما اتفرجتش، لان انا رفضت اتفرج، لان انا شهور وانا بكلم واحده في التليفون حتى مش هبقى شايفها، فكنت عايز ابقى طبيعي. لا انت كده هتخليني افكر اطلقك. وهون عليك بعد العشره دي تطلقني؟ ايوه اطلقك. لا بلاش لو سمحت، انا ما صدقت اتجوز. بلعب اخوها في فيلم الاخر، وكان اول مره اشوفها كان يوم التصوير، لان ايام البروفات كان في حد تاني اعتقد بس اعتذروا، واتفاجئت بحنان قدام الكاميرا. هي حبيتها جدا لان انت بني ادمه بسيطه جدا، وكانت عارفه ان دي اول مره اقف قدام كاميرا سينما وقدام استاذ يوسف شاهين، حسيت انها مرايه ده، فعشان كده لها مكان حلو في قلبي جدا. لو رفضت تساعديني هفتح بطنك، وقبل ما تطلع روحك هقتل الجنين قدامك، انت فاهمه؟ دي حياتي. حياة التانيين ما تهمكش. بس انا معروف عني ان انا سريع التفاعل مع زمايلي، يعني مفيش فنان حصل بيني وبينه ان ما كانش فيه هارموني، ابدا من داليا البحيري او رانيا او رانيا يوسف، عملنا مع بعض اهل كايرو، وعملنا في البدايات عملنا مع بعض فيلم قصير، يعني في تاريخ بيني وبين رانيا، نيل كريم مسلسلين ورا بعض، وعملنا قبل كده مسلسل في سوريا. مش انت بتقول عايز تعوضني؟ اللي انت عايزاه. لقي لي بنتي زي ما لقيتني. اتمنى ان انا اتقابل مع الفنانه يسرى في عمل، طبعا هيبقى شرف كبير. انا بحبها جدا لان عمري ما قابلتها، يعني قابلتهاش كتير على فكره، بس كل مقابله ليها بحس كانها بتعاملني على ان احنا اصدقاء من زمان، طاقه ايجابيه يعني انا باخدها منها مش من المقابله بس، من الافلام اللي بشوفها لها. يعني استاذ شريف عارفه ما اشتغلتش معاه، برضو الاستاذ مروان حامد مخرج مهم، اكيد اتمنى اشتغل معاه. كان لازم اختار بين امبارح وبين بكره، عشان هو ده الاختيار الوحيد، عشان تعيش يا سميح في حاجات كتير لازم تموت. رزق عدد من المشاهير مؤخرا بمواليد جدد، وشاركوا جمهورهم فرحتهم لتوثيق لحظه خاصه ومهمه زي دي، فيا ترى مين هم النجوم اللي احتفلوا مع الفانز بتوعهم بابنائهم حديث الولاده؟ رزقت مي كساب من ايان بمولودها الثالث نوح، وشاركت مي جمهورها بصوره من امام غرفتها بالمستشفى وعلقت: وصل بالسلامه نوح محمد صلاح الشريف، شكرا لكل حد دعالي وربنا يرزق كل مشتاق. وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئه مي بالمولود الجديد، وابرزهم هند صبري وحنان مطاوع وايتن عامر. اما الاعلاميه دعاء فاروق فنشرت اول صوره لمي بعد الولاده مباشره. أما سلمى رشيد فوضعت مؤخراً طفلها الأول يانيس في أمريكا، ونشرت صورة لها برفقة مولودها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: الحمد لله مع طفل يانيس. كما نشرت بعدها فيديو برفقة طفلها وهي تتنزه في إحدى الشوارع الأمريكية، وعلى الطريقة المغربية أقامت سلمى بيبي شاور قبل ولادة طفلها بحضور أقاربها وأصدقائها. كما رزقت ملكة الجمال ريما فقيه بطفلتها الثالثة والتي أطلقت عليها اسم أميرة، وحرصت ريما على مشاركة متابعيها على إنستجرام باللحظات الأخيرة قبل الولادة. كما نشر فيديو آخر برفقة مولودتها فور عودتها للمنزل، وريما لديها طفلان آخران وهم ريما وجوزيف من زوجها وسيم صليبي. بتستعد نتفليكس لطرح أكتر من فيلم مهم بميزانية ضخمة، من بينها فيلم 6 أندرجراوند، فخلينا نروح ونشوف تفاصيل العمل المرتقب. فيلم 6
6 Underground هو من نوعية ثريلر أكشن، وبتدور أحداثه حول 6 بليونيرز بيقوموا بفبركة وفاتهم وبشكلوا فريق لمحاربة مجموعة من الباد جايز. وبيقوم ببطولة 6 Underground رايان رينولدز، وحصل على أجر 27 مليون دولار، وهو أعلى أجر بيحصل عليه فنان بعام 2019 وفقا لمجلة Variety. We have 15 minutes. It's time. فيما بتبلغ إجمالي ميزانية العمل 150 مليون دولار، وتعتبر هيدي أكبر ميزانية لفيلم من إنتاج نتفليكس. وبيشاركوا عدد من الفنانين من بينهم الفرنسية ميلاني لوران وبن هاردي إلى جانب أدريا أخونا. أما عن الإخراج فهو لمايكل باي، إلى جانب ذلك رح يشارك أحد البروديوسرز، بينما قام ريت ريز بالاشتراك مع بول ورنك بكتابة العمل يلي تعاونوا من قبل مع رينولدز بجزئي فيلم ديدبول. وكانت شركة نتفليكس أعلنت عن الفيلم بمايو 2018، وبدأ التصوير من بعدها بفترة قصيرة بثلاث بلدان مختلفة، وهن الولايات المتحدة وتحديداً بولاية كاليفورنيا وعدد من المدن بإيطاليا، بالإضافة إلى دولة الإمارات. مثل معظم أعمال نتفليكس ما رح يتم طرح الفيلم بدور العرض، ولكن رح يتم عرضه ب 13 ديسمبر المقبل أونلاين. بعد الفاصل فعار عبود الليلة، عاصل حلاني ينتظر بشغف لقاء جمهوره في الرياض. حفل مع هيئة الترفيه رح يكون اسمه ليلة بيروت من الرياض. كل النجوم بيحبوا المسرح وبيستنوا يتعرض عليهم عمل مسرحي، لأنه بيضيف لرصيد أي ممثل بشكل كبير أنه اشتغل على خشبة المسرح، ده على الرغم من تراجع العروض المسرحية بشكل كبير وملحوظ. لكن خطوة المسرح كانت تحدي للقائمين على مسرحية حب رايح جاي، ودخلنا كواليسها حصرياً وقابلنا أبطال العمل ميدو عادل ودنيا عبد العزيز. في أجواء حماسية يواصل نجوم مسرحية حب رايح جاي بروفات العمل المسرحي اللي بيقوم ببطولته الفنان ميدو عادل. حب رايح جاي هو تجربة مصرية خلص بسيطة النزعة تماماً، في علاقة حب ما بين ولد وبنت مصريين سامي ودنيا، وهي دي رحلة المسرحية الحب الرايح جاي. فبيمشي سامي ودنيا وبيحاولوا يلفوا عشان ينفذ الطلب اللي طلب منه. حب عفريته الجواز. جواز انت قديمة قوي على فكرة، قوي جواز ايه؟ وبتمثل الفنانة دنيا عبد العزيز البطولة النسائية في المسرحية. دنيا بتحب شاب اسمه سامي اللي هو بيعمل الدور ميدو عادل، وبيحبوا بعض جدا وبيقابلهم زي اي اتنين شباب في الحياة، بيقابلهم مشاكل وصعوبات، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل في قصة الحب دي. وضح لنا مخرج العمل فكرة العرض. حب رايح جاي دي فكرة زميلي وصديقي أحمد صيام. نص بالنسبة لي أنا محور الحياة هو الحب اللي رايح جاي، اللي هو كل الحكاية ترمومتر الدنيا كلها في الحب. وبيشارك في المسرحية عدد من الفنانين كشفوا لنا عن أدوارهم. أنا عاملة أربع شخصيات، المصري والسوداني واللبناني والخليجي، اللي هي بترمز للأمة العربية يعني. أنا عامل شخصية فتحي، فتحي ده ابن جوز بنت الأستاذ أحمد صيام،
خطيب يعني خطيب بنته وجوز بنته في 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 لوحات يعني في واحنا طول ما احنا ماشيين في الرحله يعني. انت ما فهمتش دي هي بس نعمه وقدم لك ده خطيبها طيار نعمه وهو خطيبها طيار سبحان الله. وسالنا مدير المسرح الفنان ايهاب فهمي عن بدايه العرض المسرحي. ان شاء الله نبدا تقديم العرض في اوائل شهر 12. اتوقع انه هيستمر معانا فتره طويله جدا قد تصل بنسميها احنا صيفي شتوي يعني سنه. هستناكم في مسرحيه حب رايح جاي، عرض ان شاء الله هيعجبكم جدا، مختلف مميز، هتضحكوا وهتعيطوا وهتسمعوا مزيكا وهتشوفوا رقص وان شاء الله نقدم لكم حاجه مختلفه. هنستناكم. جولة جديدة على البوكس أوفيس الأمريكي، وفي احتل فيلم الأنيميشن أبومينابل المركز العاشر، متراجع 4 مراكز عن الأسبوع الماضي بإيرادات 2 مليون دولار. Everest is just a kid. Stop hitting yourself. This is you and your parents. Aww, you have your mother's eyes. فيما حصد فيلم The Current War Director's Cut المركز التاسع بأول ويكند لعرضه، حيث بلغت إيراداته 2,730,000 دولار. الفيلم من بطولة ماثيو ماكفيدين ومايكل شانن، وبيحكي عن الصراع الحاد بين توماس أديسون وجورج ويستنغهاوس. You are building miracles out of thin air. I'm working on something so new that the world would never be the same. واستوحز فيلم The Lighthouse لروبرت باتنسون وويليام دافو على المركز الثامن، فتجاوزت إيراداته 3 مليون دولار، وبتدور أحداثه حول شخصين بيصارعوا الموت بإحدى الجزر. وبإيرادات 4 مليون دولار حصل فيلم جيميناي مان على المركز السابع، بتراجع مركزين على الأسبوع الماضي. الفيلم من بطولة ويل سميث، وبيحكي عن قاتل محترف بيلاقي نفسه بصراع مع النسخة الشابة المستنسخة منه. كما اجا فيلم بلاك اند بلو بالمركز السادس بالويكند الاول لعرضه، حيث وصلت ايراداته 8,325,000 دولار. الفيلم من بطولة نايومي هاريس ومايك كولتر، وبتدور احداثه حول شرطية امريكية افريقية بتواجه صراع من قبل ضباط فاسدين. وكذلك تمكن فيلم كاونتداون لإليزابيث لايل من الحصول على المركز الخامس بأول ويكند لطرحه، حيث تجاوزت إيراداته 9 مليون دولار. وبيحكي عن ممرضة بتقوم بتحميل أبليكيشن تتنبأ بوفاتها بعد 3 أيام. وبتراجع مركز واحد بس عن الأسبوع الماضي احتل فيلم زومبيلاند 2 دبل تاب المركز الرابع بإيرادات 11,600,000 دولار. الفيلم من بطولة وودي هارلسون وأما ستون، وبيحكي عن 4 أشخاص بيلاقوا نفسهم بصراع مع زومبيز المتطورين. Oh God. Hey, Possum Age. Sorry, just you in that chair. I think it would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. واستوحز فيلم الانيميشن The Addams Family المركز الثالث، متقدم مركز واحد عن الأسبوع الماضي، حيث بلغت إيراداته 11,705,000 دولار. Welcome to the neighborhood. What an interesting home. وبالمركز الثاني اجا فيلم Maleficent 2 Mistress of Evil لأنجلينا جولي من بعد ما كان بالصدارة الأسبوع الماضي، فحقق إيرادات 18,537,000 دولار. الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم Maleficent يلي عرض بال 2014، إلى أنه الجزء الجديد بيشهد الكثير من المفاجآت. There is no union. There will be no wedding. أما الصدارة فعادت مرة جديدة إلى فيلم جوكر لواكين فينيكس، حيث بلغت إيراداته هالأسبوع 18,900,000 دولار. الفيلم بيكشف عن الأحداث المأساوية
يلي جعلت من الجوكر أخطر شرير بالعالم. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? موسم الرياض تصدر عن جدارة ترند الأنشطة الفنية في الخليج والعالم العربي، وده بسبب التنظيم عالي المستوى وكبار النجوم اللي حلوا أو كمان متوقع إن هم يكونوا جزء من هذا الموسم الاستثنائي الفني. كشف عاصر حلاني إنه بينتظر بشغف إحياء حفله في الرياض ولقاء جمهور السعودي. وطبعاً أبدى عاصر حلاني سعادته الكبيرة لزميلتنا نهى طرابلسي في دبي بأنه استعاد صحته بعد الحادث اللي تعرض ليه، وعنده كمان أجندة حافلة خصوصاً محطاته الأسبوعية في The Voice Kids اللي بيعتبر تحدي كبير بالنسبة لي. مرحبا بك عاصي في برنامج عرب وود. أهلا وسهلا فيكم. أحكينا شو سبب زيارتك لدبي؟ كان في حفل بدبي، كانت ليلة حلوة، ودبي دائما لياليها بتطير العقل وناسها محبين، وأنا دبي يعني بشغل أو بلا شغل دائما لي زيارات مستمرة لهون، وعندي بيت هون، هي أول مرة بقول لحدا. عاصي الحلاني كان ليه تواجد وحضور مميز في لجنة تحكيم The Voice لأربع مواسم، وحالياً هو بتحضيرات The Voice Kids، فأيهما الأقرب لقلبه؟ برنامجين قراب من قلبي أكيد. النقد صعب أنه تعطي النقد للولد، دايماً يبقى بعد مشاعره رقيقة، يعني صار في يبكي البكي. أنا كتير بتأثر على فكرة بس شوف حدا خاصة ولد أنه يبكي كرمال، وكلهم بيفكروا حالهم انه هن لازم يكونوا للفينال. وخبرته الكبيره بتمكنه من تجاوز هذه الصعوبات بتاهيل الاطفال نفسيا قبل فنيا. الاوقات اللي نقعدها معهم انه نقول انه هن وصلوا لمحل كثير منيح، طول اليوم محظوظين موجودين معنا، يعني نجرب قد ما فينا نرضيهم، بس يعني لابد لانه في في عياط وبكي وعم يعني عم بتضايقوا كانوا، ولكن هذا البرنامج هي قواعد البرنامج. كيف الأجواء بينك وبين نانسي وحماقي؟ كتير منيحة. نانسي حدا كتير لذيذ وكتير أصحاب أنا وياه من زمان، وحماي كمان سبق وعملنا The Voice السنة الماضية مع بعض موسم الرابع. The Voice السنة كتس انه رح يكون في تشويق كتير. ومن بعد تعافيه من حادث السقوط من على فرسه، لديه اكثر من حفل سيبدأها من الرياض ب 31 بالرياض بحفل مع هيئة الترفيه، رح يكون اسمه ليلة بيروت من الرياض بمشاركة مع نجوى كرم وملحم زين وديانا حداد، وجه لهم تحية. أرى قلبي إلى لقياك ينشدني، ولن أرضى بنأي عنك يبعدني. وأيضا سيكون لي أكثر من حفلة بالقاهرة بثماني الشهر بالأوبرا بدار الأوبرا بالقاهرة، بحداش الشهر رح كون بدار الأوبرا مسرح سيد درويش بإسكندرية، ورح كون ب 25 بألمانيا، ورأس السنة رح كون بمصر. وهذه رسالته لجمهور عرب وود وروتانا. بحبكم كتير ودائما بتابعكم. I love you. خلصت حلقة عرب وود الليلة، وكان فيها عاصي الحلاني يغير استراتيجيته في The Voice Kids. نقلن انه هن وصلوا محل كتير منيح، طول اليوم محظوظين موجودين معنا، يعني نجرب قد ما فينا نرضيهم. فارس الأحلام ظافر العبدين. ما سبب اهتمام ديزني بالهند مؤخرا؟
نجمة تتابع داليا مصطفى إطلالتهن. بحب نيكول كيدمان جدا جدا، أنجلينا جولي قوي. أفلام ينتظرها الجمهور في بانوراما الفيلم الأوروبي. دورة الـ 12 السنة دي أنا سعيدة جدا بيها، فيها تقريبا 80 فيلم تم اختيارهم. العمل الأقرب لقلب أحمد وفيق. بنتين من مصر عملته بكامل قوايا القلبية. دنيا عبد العزيز في عمل مسرحي تتوقع أن يثير ضجة كبيرة. عرض إن شاء الله يعجبكم جدا، مختلف مميز، هتضحكوا وهتعيطوا. وبكده تكون خلصت أحداث وأخبار حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة.